لا خماسيه جميله، لا خماسيه لذيذه، لا امسيه جميله جدا بيقدمها مانشستر سيتي قدام كلوب بروج. لو قلت له كلوب بروج فريق ضعيف اقول لك لا معلش، ما هو نفس كلوب بروج اتعادل مع باريس سان جيرمان 1-1، باريس سان جيرمان في وجود ميسي ونيمار ومبابي جوه الملعب وتعادل معاهم 1-1، طلع مبابي اتصاب في نص الشوط الثاني وطلع، اقول لك ماليش فيه، ميسي كان موجود هو ونيمار، لما انا اجي اكسبهم في نفس الملعب ده 5-1 يبقى مش انا اللي كسبت فريق ضعيف، يبقى انا اللي فريق قوي لا مؤاخذه بقى، ولازم تحترمونا وتعترفوا بينا ان احنا فريق قوي وان احنا من اكبر الفرق في اوروبا حاليا، رغم ان ما عندناش تاريخ كبير بس عندنا اداء كويس جدا بيقولوا ان احنا هنعمل تاريخ ان شاء الله باذن الله. عملنا مباراه جيده جدا، مباراه جمالها ان رحيم مش موجود اساسي. انا بصراحه ماتش بيرنلي اول ما شفت رحيم اساسي قلت مش هتفرج، ما بتفرجش انا على رحيم ستيلينج اساسي في مباراه للسيتي، هيفضل يضيع ويحرق دمي، فلا بلاها. النهارده بقى رحيم مش موجود، رياض بيقال انه عمل ماتش كويس قدام بيرنلي، والنهارده بصراحه كان مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي. رياض عمل مباراه عظيمه جدا النهارده قدام كروب بروش، رياض قدم اداء ثابت وواضح بالنسبه لرياض محرز في كل ماتشات بيلعب فيها للسيتي انه واحد من اهم العناصر في الفريق، لم يكن العنصر الاول او الثاني في الفريق مناصفه مع كيفن دي بروين. بس بصراحه المستوى اللي بيقدمه رياض حاليا واللي ثابت عليه بقاله فتره طويله جدا وتناقضات وتقلبات مستوى كيفن دي بروين، انا مش رب اقول لك ان رياض احسن واحد في الفريق، بس بالنسبه لي انا شايفه من فتره طويله ان رياض واحد من اهم اللعيبه في الفريق، واحد من اللعيبه اللي لازم ان هم يشاركوا جوه الملعب. مش عايز تلعب رياض طرفه وتحط يسوس، حط رياض فيرود، لان رياض هيكون باسوا حالاته افضل من رحيم ستيلينج بكتير، لان رياض محرز عنده الفينش وعنده اللقطه الحاسمه بالنسبه لك وقت تسجيل الاهداف. المباراه يعني رتم واضح وباين من اول لقاء ان السيتي بيلعب وان سايد جيم، السيتي الماتش سهل جدا عليه، نص ملعب السيتي اللي فيه رودري وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا عاملين اداء كويس جدا وعاملين اداء مثالي جدا قدام فرقه زي كلوب بروج، خط الدفاع اللي فيه امريك لابورتو وروبن دياز وجواو كانسيلو وكايل ووكر واقفين على حيلهم، ووراهم حارس زي ايدرسون انا بعتبره ان هو ليبرو كويس اكتر ما هو حارس مرمى جيد. خط الهجوم اللي كان فيه رياض واللي كان فيه فيل فودن واللي كان فيه كمان جاجرليتش، وجاك ريتش بصراحه بيقدم اداء كويس بس هو بيعيبه ان هو ما بيسجلش، وجاك ريتش يعني لعيب من اللعيبه اللي قادر ان هي تخلق لك فرص، انما من اللعيبه اللي صعب ان هي تحط عليها امال ان هو يطلع كل مباراه جايب له جولين ثلاثه، لا دي حاجه صعبه بالنسبه لجاك، ممكن تحطها على فيل وممكن تحطها على رياض ان هم هيعملوا اداء كويس وهيسجلوا، انما جاك ما تحطش عليه قوي حته ان هو هيقدر يسجل. فبصراحة عزيزي النهاردة امتعنا وابدعنا وقدمنا اقناع جميل جدا. بنبدأ المباراة بدري بدري، جواو كانسيلو بيخلص الماتش بدري بدري وبيقول له كلوب بروش ما لكمش اي فرص معانا، احنا مش باريس سان جيرمان، بيسجل هدف الاول بدري بدري. بعد كده متحصل على ضربة جزاء بيخش المتخصص رياض محرز، ورياض متخصص في تسديد ضربات الجزاء في السيتي بعد ما جربنا لعيبة كتير وكلهم لبسونا وشلفوا وطيروا، كانوا بيصطادوا حمام زي كاي جاندوجان، فرياض بقى اللعيب اللي بيسدد ضربات الجزاء، ورياض سجل الهدف الثاني وريحنا بقى وفخدنا وقعدنا كده مستنيين نخلص المباراه والماتش ده يخلص. احنا خلصنا يا باشا، هنرجع بالثلاث نقط هنرجع بيهم، انما احنا جايين هنا جايين نستمتع، جايين نلعب كره جميله تيكي تاكا، جايين نلعب وان سايد جيم، جايين ننفخ كلوب بروش في ملعبهم ونعيط جمهورهم، احنا جايين نعمل كده يا باشا، احنا جايين نمتع نفسنا ونطلع بنتيجه كبيره. وقد كان عزيزي، وكايل ووكر سجل الهدف الثالث، كايل ووكر سجل الهدف الثالث، الله عليك، مش بقول لك بدات احبك والله، طول ما انت بعيد عن رحيم ستيلينج وبعيد عن مندي احبك، انما انت ورحيم ومندي جوه الملعب والله ابدا ما بتحملش والله العظيم عزيزي. فبيخلص الشوط الاول على 3-0، نخلص بقى ونلم امها، لا ايه اللي هيحصل؟ لما ننزل نغير نص الملعب كله وننزل رحيم يمكن ربنا يفرجها. خلصنا الشوط الاول 3-0 الحمد لله، خلصنا الماتش بدري بدري. الشوط الثاني بقى السيد بيب جوارديولا قال لك ما ننزل رحيم ستيلينج، بس قبل رحيم ستيلينج هننزل مكانه نيسن اكاي ويريح امريك لابورت اللي لسه راجع من رحله مع منتخب بلده، فنريح امريك ونريح كمان نص الملعب بتاعنا ونغير خط النص كله. الله عليك يا عم بيب، نص الملعب كله اتفور مره واحده، طلع رودري وطلع كيفن وطلع برناردو سيلفا وترك رياض محرز وجاك ليتش ونزل معاهم رحيم ستيلينج. اللي رحيم بص رحيم نزل من الدقيقه 64 لحد نهايه المباراه واخد اقل تقييم بالنسبه لعيبه مانشستر سيتي، والله ما يعملها غير رحيم ستيلينج، ما يعملهاش غيره يا باشا. ليه بقى واخد اقل تقييم برغم ان السيتي سجل هدف الرابع الجميل عن طريق كولا بارمر اللي انا معجب بيه من اول مشاركه ليه مع الفريق، وبعدها سجل الهدف الخامس رياض محرز عن طريق بينيه جميله جدا 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 من فرناندينيو من نص الملعب عطاها له كده محرز خدها، ورى بيب جوارديولا ازاي الجون بيجي، يعني بيب جوارديولا مستني الجون يجي من رحيم ستيلينج، رياض محرز وراهول بيجي كده حبيب كده بابا، انما رحيم
رحيم رياض عمل له واحده في اخر دقيقتين ضيعها بطريقه غريبه. رحيم في الدقيقه 68 عمل لقطه كوميديه جميله جدا، شاط الكوره مانيولي صد اتردت له طلعها بره. انا ما بجيبش جوان والاجوان واقعه يا باشا، انا عندي اخلاق. طب نسكت على كده؟ لا، يتلعب له برضه على الدمج هو كانسيلو في الست ياردة تيجي جايه بوز الجزمه، اللي هو يخرب بيت امك يا ابن الجزمه، ما تحل عنا وتسيبنا وتفارقنا بقى. بس بيقول لك ايه، لو مش هيروح برشلونه. لا لا بقى، ده انت لابسني لابسني يا باشا. وانا لو انت عايز يا رحيم يا حبيبي، في كور سهله سجلها، انما سبحان الله تحس ان الكره عاطيه لرحيم ستيلينج البوس وعاطيه لرحيم ستيلينج البلف، مش هتسجل يابا حتى لو عملت ايه. حتى لو السيتي عمل ماتش كويس جدا، حتى لو السيتي طلع كسبان 5-1، هو الواحد ده معروف مش نازل مثلا ايقاع يا باشا عشان ياخد خبره ان هو يلعب في دوري ابطال اوروبا مع الفريق بقى وكده، وان هو يعمل ثنائيه مع روبن دياز وكده. لا يا باشا، لبسنا جون وكنا هنلبس الثاني علشان خاطر ادرسون يفكرنا ان هو لسه حارس مرمى وان هو مش ليبرو والكلام ده. لا انا بصد اكور في الست ارضه، بس عايز اقول لك ان احنا لولا الوصول للسيد ناسن ايقاعي ما كناش هنلبس الجول. انما مشاركه جندوجان كانت جيده، المشاركه بتاعت كولا مثمره جدا، المشاركه بتاعت فرناندينيو مثمره جدا، المشاركه بتاعت رحيم ستيلينج وناسن ايقاعي مش عايز اشوفها تاني بصراحه. مش عايز اشوف رحيم ستيلينج تاني جوه الملعب، ولا عايز اشوف ناسن ايقاعي بيعمل ثنائيه مع امريك او بيعمل ثنائيه مع روبن دياز. انا عايز اشوف ناسن ايقاعي منور كده على الدكه، او بينزل في الضربات الثابته يلعب بدماغه. غير كده بصراحه مش عايز اشوف. ده مدافع ما بيعرفش يدافع اساسا، ده مدافع احنا جايبينه يجيب جوان، انما مش جايبينه يدافع علشان خاطر نخلص المباراه بخماسيه جميله جدا يا عزيز. والحمد لله عدت على خير، وخلصنا من اهداف البضاعه رحيم ستيلينج على خير والحمد لله عدت. ثنائيه جميله لمحرز، استمرار للاداء الثابت لرياض محرز مع السيتي بيؤدي ان احنا نطالب كل مباراه من بيب جوارديولا ان هو يحط جوه الملعب اساسي. مفيش حاجه اسمها رياض دكه، ما يقعدش لاي حد في مانشستر سيتي حاليا، ولا حتى في الفودن، ولا حتى جاك جريليتش، ولا ينفع ان هو يقعد لخصوص. لانك لو عايز تلعب خصوص طرف حط رياض محرز في الجول. طالما هبدي بهبدي بقى وفلسفه بفلسفه عزيزي. وإلى هنا ننتهي من الهبد والفلسفه عشان ننزل نتابع ماتش ليفربول واتلتيكو مدريد. وان عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش ادعي ان شاء الله باذن الله اتلتيكو يكسب ليفربول.